أيها الحضور الكرام، أما جائزة الملك فيصل للعلوم وموضوع الفيزياء فقد فاز بها كل من البروفيسور بول كورم الكندي الجنسية، ويسرني أن أدعو البروفيسور كورم لاستلام الجائزة ثم إلقاء كلمتي. بروفيسور كورم، بليز. هذه أول زيارة للمملكة العربية السعودية، وفخر كبير أن يكون قدومي إلى بلادكم في هذه الصورة الرائعة. إن جائزة الملك فيصل مشهود لها في العالم كله بأنها واحدة من أهم الجوائز في العلوم، وهذه النظرة الجائزة قد نتاج 30 عاما من اختيار دقيق لهؤلاء الفائزين. قد نالت هذه الجائزة الاحترام لقدرتها على التعرف على أهمية الفروع العلمية البازغة، وقدرتها أيضا على اختيار الفائزين في تلك الفروع. أني حقا معجب بهذه المؤسسة لأنها تركز بدقة، وإني أتمنى أن أسير على خطى علماء عظام من أمثالي. لقد التقيت المرة بالبروفيسور كراوس زميلي الذي شارك في هذه الجائزة في عام 1994 عندما أمضيت شهرا في فيينا في النمسا، واستمرت لقاءاتنا خلال المؤتمرات وتبادل الزيارات والتعاون في التجارب الرئيسة، ولم أكن أتصور أن هناك شخصا يمكن أن ألائمني أكثر يشاركني في هذه الجائزة أكثر منه. لقد كتب في آخر حياته العالم الرياضات الشهير هاردي كتابا بعنوان اعتذار رياضي. في ذلك الكتاب الكلاسيكي ناقش كيفية التعرف على العلم العظيم، وقال إن التعرف على عظمة العلم ممكن بقياس التقدم العلمي الذي تم بناؤه على أس وضع في الماضي وإمكانية تحقيق المزيد من ذلك التقدم في المستقبل. إن هذه الجائزة تمنح تقديرا لهذا التقدم العلمي المتميز الذي ينفع البشرية ويثري المعرفة الإنسانية. صحيح أن هناك اختلاف في الكلمات، إلا أن الفكرة واحدة. دعوني أختم بكلمة بعبارة اللغة العربية تعلمتها أصلا. شكرا جزيلا لكم. أشكركم على منح جائزة الملك فيصل العلوم لعام 2013 في علم السرعة الفائقة لزميلي كراوس ولي أيضا. أشكركم على حسن استماعكم.